يا راح لخالته والله من لاس عزاك نازل وانا ماشي حبيبي يا دكتور. ازيك يا حاجه؟ عامله ايه؟ روق الجرجير كويس عشان معفن ما حدش بياكل. يما في ايه؟ اطلع عد بالموبايل يا والله العظيم لسه بايعه. طب اطلع عد بالمحفظه. ما انا ما بشيلش محفظه. شلش محافظ ليه يا؟ عشان ما جابوليش. ما جابولكش ايه يا؟ ما جابوليش في البيت والله. ما جابولكش محفظه في البيت. اه ايه بتفتش ليه؟ وكمان هتقولي معكش فلوس ها؟ لا ما انا مش معايا فلوس لان احنا فقراء. وبعدين انا هخبي عليك ليه؟ ياد انت لسه قايل ياد بايع الموبايل ياد من يومين يا. ايوه بايع ببلاش. انت مبذر ياد ولا ايه؟ مش مبذر لان والله شكلك مبذر يا. انا اسف والله العظيم شكلك مبذر. انت مش مصدقني ولا ايه؟ انت بتفتشني انت مش مصدقني؟ لا ده انت صدقني لان انت حرامي شريف وواقف في عز الظهر فاكيد محتاج فلوس فانا كنت هديك عادي. والله كلامك عجبني. الله يخليك. اسمك كريم ايه؟ همام. عاشت الاسامي يا عم همام. الله يكرمك. ماشي يا عم همام. شوف وراك ايه يا حبيب قلبي واتكل على الله. يلا حبيبي. طب بقول لك ايه ما تشغلني معاك حضرتك. شغلك معايا فين ياد؟ يعني اشيل لك المطوه واظبط لك البشله. ياد وانا واقف في سنترال ياد ما تخلناش بقى ياد نام معاك السليمه ياد بقى على المس. انت جبت المطوه دي منين؟ المطوه دي ياد من السنبلاوين. علي وحسين. علي وحسين. اه. حلو ياد الكلام ده ياد. بقول لك ايه ياد؟ اتكل على الله بقى عشان المطوه دي ما تزغرطش على وشك وتعمل معاك السليمه. لا انا اسف حضرتك اتفضل. يلا حبيبي شوف وراك ايه. ماشي قشطه ماشي. عيل بقه ربنا كنت هموته والرمله دي تشهد يا منطقه ما فيكش راجل ولا ما عدا انت يا كبير ما عدا انت انا بحسب لا ما تحسبش